منذ أيار مايو الماضي والمسؤولون الأتراك يتحدثون عن عملية عسكرية جديدة ضد ميليشيا قسد، ومنذ ذلك الوقت وردود الفعل على هذه العملية هي ذاتها من مختلف الأطراف. ولو جلبنا أي تصريح للرئيس رجب طيب أردوغان على سبيل المثال كان قد أدلى به في حزيران الماضي بهذا الخصوص ونشرناه اليوم، لما شك أي أحد بأنه جديد، بل ويمكن أن يوضع كخبر عاجل. وفي الوقت نفسه والسياق ذاته أيضا، لو قلنا إن المسؤولين الأمريكان والروس الذين علقوا خلال الأيام الأخيرة الماضية على التهديدات التركية الأخيرة باللجوء إلى خيار الهجوم البري كانوا يكررون النص الذي كتب لهم من أجل التعليق على هذه التهديدات قبل 6 أشهر، لما شك أحد بذلك أيضا. بمعنى آخر وعبارة أوضح، لا يبدو أن الظرف الدولي والإقليمي قد تغير، ومن الواضح أن أي من الدول المتدخلة في الشأن السوري لم تتراجع عن مواقفها السابقة بهذا الخصوص، بل حتى إيران دخلت على خط التعليق على التهديدات التركية بالقول إننا نتفهم ونحترم مخاوف أنقرة الأمنية، لكنها لا تعتقد أن معالجة المشكلة يمكن أن يتم من خلال هجوم بري. لكن الحدث والتطور اللافت الذي تم تسجيله اليوم هو كشف موقع المونيتور الأمريكي عن قيام البيت الأبيض بإجلاء الموظفين الأمريكان العاملين في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا بمن فيهم الدبلوماسيين إلى مدينة أربيل العراقية. لم تعلق واشنطن على هذه المعلومات، ولم يوجب المسؤولون في إدارة الرئيس بايدن على الأسئلة التي طرحت عليهم بهذا الخصوص لا نفياً ولا تأكيداً، الأمر الذي زاد من غموض الموقف وفتح الأبواب على مزيد من التكهنات بطبيعة الحال. فإن صحت هذه المعلومات فإن الأمر بمثابة إعلان عن أن العملية البرية التركية باتت حتمية بل ووشيكة. لكن ألا يتنافى ذلك مع توجهات واشنطن المعلنة حول هذه العملية التي ما فتئت تعارضها؟ وآخر ما سجل بهذا الخصوص تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الواضحة قبل يومين فقط. وإذا كانت تركيا قد انتزعت موافقة الولايات المتحدة على شن الهجوم بريا وهو أمر لا يبدو مرجحا بحسب التقديرات، فما هي حدود هذه العملية؟ هل يمكن أن تشمل مناطق تسيطر عليها قسد ولكن خارج النفوذ الأمريكي؟ هل تستطيع أنقرة أن تهاجم منبج أو أن تقتحم عين عيسى أو توجه دباباتها إلى تل رفعت التي تقع تحت النفوذ الروسي؟ ثم ألا يتضارب كل ما سبق مع واقع التوتر التركي الأمريكي الكبير فيما يتعلق بالملف السوري، على اعتبار أن السلاح والإمداد الذي تحصل عليه قسد مصدره الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي، بينما تبدو أنقرة على أحسن ما يرام تقريبا بهذا الملف مع روسيا؟ هل هذه إحدى تجليات نتائج التنافس الأمريكي الروسي على تركيا وسعي كل منهما لكسبها في ملفات أخرى من خلال إرضائها في الملف السوري؟ من الواقع يقول إن علينا أن نكون واقعيين وأن نستسلم لحقيقة أنه لا يمكن لأي طرف أن يتصرف في الملف وعلى الأرض السورية بمعزل عن بقية الأطراف الفاعلة، وإن الحديث عن سحب الموظفين المدنيين الأمريكان من شمال شرقي البلاد لا يعني بالضرورة إعلان حرب تماما، مثلما لا يعني تحفظ واشنطن أو موسكو أو طهران أو كل هذه الدول مجتمعة أن العملية البرية لن تحدث.